السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. سمو محافظ الجنوبية يقوم بزيارة ميدانية لمدينة خليفة ويلتقي الأهالي عبر الاتصال المرئي. السماح بعمل المنشآت الرياضية الحكومية وفق اشتراطات صحية. انطلاق حملة التعقيم بخامسة العاصمة واستقبالا كثيفا من المتطوعين. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية بزيارة ميدانية لمدينة خليفة بحضور سعادة العميد عيسى ثامر الدوسري نائب محافظ المحافظة الجنوبية وعددا من الضباط والمسؤولين، حيث التقى سموه بعدد من الأهالي والمواطنين من مدينة خليفة عبر الاجتماع المرئي. وخلال اللقاء تابع سمو محافظ المحافظة الجنوبية آراء ومقترحات الأهالي في الإطار الأمني، مؤكدا سموه على حرص المحافظة في التنسيق والتعاون المثمر مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية كمديرية شرطة المحافظة الجنوبية في تلبية جميع الاحتياجات المتعلقة بالمنطقة. كما أكد سموه على المتابعة الحثيثة للشأن الخدمي من حيث استكمال المرافق العامة وتوفير الخدمات الضرورية، حيث تشهد مدينة خليفة عددا من المشاريع الكبرى التي تعكس البعد التنموي المستقبلي للمدينة في مختلف الأصعدة. ومن جانبهم عبر أهالي مدينة خليفة عن شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ المحافظة الجنوبية على حرص واهتمام سموه في التواصل المستمر معهم ومتابعة احتياجاتهم وإيصالها للجهات المختصة، مشيدين بما تحظى به مدينة خليفة من مشاريع تنموية رائدة. وفي ختام الزيارة قام سمو محافظ المحافظة الجنوبية بجولة ميدانية في أحياء المدينة، حيث اطلع سموه على أعمدة الإنارة التي تم تركيبها مؤخرا، وذلك في إطار الجهود المبذولة بالتنسيق والتعاون بين المحافظة الجنوبية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء. أعلنت وزارة الصحة عن السماح بعمل المنشآت الرياضية الحكومية في الهواء الطلق لخدمة الرياضيين المحترفين فقط المسجلين في الاتحادات والأندية الرياضية، وذلك وفق اشتراطات صحية يجب توفرها في هذه المنشآت كأعداد قائمة بالحجوزات المسبقة للتمارين الرياضية وعدم السماح بإجراء تدريبات دون حجز، كما اشترطت تحميل تطبيق مجتمع واعي وعدم السماح للأشخاص غير الملتزمين بهذا الشرط بالدخول إلى المنشأة، إلى جانب الالتزام ارتداء الكمامات وإزالتها في الهواء الطلق. والحد الأقصى للمشاركين بالتدريب هو 5 أشخاص بما في ذلك المدرب، مع الحفاظ على مسافة 2 متر وأحضار عبوات المياه والمناشف الخاصة وغيرها. أصدرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على موقعها الإلكتروني وصفحتها على تطبيق إنستغرام قائمة بأدوية مرض السكري التي تحتوي على مادة ميتفورمين والسليمة الخالية من الشوائب والآمنة للاستخدام، حيث عممت الهيئة اسم الدواء ومكوناته واسم الشركة المصنعة، وجاء ذلك بعد إعلان الهيئة عن سحب بعض منتجات أدوية مرض السكري التي تحتوي على مادة ميتفورمين بسبب احتوائها على شوائب مسرطنة. وعليه أوصت الهيئة منتسبي الرعاية الصحية بالمملكة بعدم وصف أو صرف أي أدوية تحتوي على هذه المادة غير الأدوية المذكورة في القائمة على الموقع الإلكتروني للهيئة. وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم معنا عبر الهاتف الدكتورة مريم الجلاهمة، الرئيسة التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. أهلا بك دكتورة. بداية، ما هو سبب اتخاذ الهيئة لقرار سحب بعض أدوية مرضى السكري التي تحتوي على مادة ميتفورمين؟ نعم، مساكم الله بالخير. طبعا الهيئة من منطلق دورها الرقابي لابد أن تستجيب للتحذيرات الدولية الصادرة بخصوص الأدوية، وبمجرد أن أصدرت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية تحذيرا من أن هناك بعض أدوية السكري تحتوي على مادة الميتفورمين مثل الجلوكوفاج، أن هناك قد تكون فيها شوائب مسرطنة، وبناء على أيضا ما أصدرته هيئة الغذاء والدواء السعودية
فأصدرنا أول قائمة نطمئن الناس أن هذه القائمة الموجودة في مملكة البحرين لا يوجد فيها شوائب. أما بقية الأدوية فهي لا تزال تخضع للتحليل وسنعلن عنها في الأيام القادمة. نعم، ما هي خلفية المواد أو الشوائب الموجودة في هذه الأدوية المسحوبة؟ نعم، هذه الشوائب قد تكون موجودة حتى في الطبيعة، وقد تكون موجودة في أي مواد مصنعة، ولكن بكميات بسيطة جدا لا تؤدي إلى ضرر، وهناك معيار محدد يجب أن لا يتجاوز، لأن أثبتت التجارب في الحيوانات أن إذا تجاوزت هذه النسبة قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان. لذلك لا تسمح الهيئات الدولية بأن يكون في الأدوية هذه الشوائب. وقد رفضت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية هذه الشوائب في بعض الأدوية، وحذرت منها إلى أن تنتهي التحاليل حتى تثبت من سلامتها وخلوها من هذه الشوائب. فكان لابد لنا من أن نحدد ما هي الأدوية السليمة حتى الآن، ومثل ما قلت إن في الأيام القادمة راح نفصح عن المزيد. نعم دكتورة، ما هي الإجراءات التي ستتخذها الهيئة للتحقق من جميع الأدوية المحتوية على هذه المواد إذا كانت سليمة وممكن استخدامها؟ نعم، هناك طريقتين. أولا يجب أن يصدر بيان من الشركة المصنعة في البلد المنشأ تثبت بشهادة خلوها من هذه المواد، وكذلك نتائج التحليل التي تجرى في سواء في هيئة الدواء والغذاء الأمريكية أو إحنا من خلال اتفاقية الموقع بينه وبين هيئة الدواء والغذاء في المملكة العربية السعودية نعتمد أيضا على تحاليلهم. فإذا صدرت هذه الوثائق تثبت أنها خالية فنحن نعلن أن هذه خالية وممكن الاستمرار في استخدامها. نعم، وماذا يتطلب من المرضى الذين يستخدمون هذه الأدوية؟ نعم، طبعا احنا لما قلنا ان في ادويه واعلنا عنها ان هذه الادويه سليمه ممكن استخدامها، في ادويه لحين ما طلعت فالمرضى يتساءلون اواصل ولا ما اواصل. احنا نزلنا تعميم وبيان واضح اليوم مشترك مع وزاره الصحه، وقلنا ما في مريض يوقف دواء من نفسه، لازم يراجع ويستشير الطبيب. في بعض الأدوية المهمة اللي ما يقدر يستغني عنها المريض ممكن الاستمرار فيها في الأيام القادمة لحين ما نطلع نتائجها، يعني إذا استمر في استخدامها خلال الأسبوع القادم ما راح يزيد الضرر عليه. وإذا ارتأى الطبيب استبدالها فهذا شيء يرجع أيضا للطبيب، وراح ننزل توضيح بالأدوية اللي ممكن استمرار فيها خلال اليومين القادمين، لأن إحنا ننتظر من الشركات نتائج التحليل. لذلك أكرر، يجب على المريض ما يوقف أي دواء من نفسه، ولا في داعي للهلع والخوف، يراجع الطبيب يسأل، أو حتى ممكن يستمر في الدواء لحد اليومين القادمين لحد ما إحنا نعلن عن سلامة هذا الدواء، وإذا ثبت عدم سلامته رح نعلن عنه ونسحبه من الأسواق. نعم دكتورة مريم الجلهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، شكرا لك. السادسة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. تدشين موقع مكتبة تاريخ وأثار البحرين الإلكتروني. انطلقت مساء أمس الاثنين حملة تعقيم مجمعات الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة تحت رعاية رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب سعادة النائب أحمد السلوم، بالتعاون مع مركز شباب القادسية وفريق النعيم التطوعي بمشاركة 163 متطوعا. التفاصيل في سياق التقرير التالي. تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وعلى ضوء تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، نفذت حملة تعقيم في مجمعات الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة. طبعا احنا اليوم متجمعين لنسوي حملة تعقيم حق يعني المساجد والمطاعم والفعاليات اللي هي موجودة اللي راح إن شاء الله ترجع، اللي هو مثل ما الكل قاعد يعني يطلب أو الكل يتمنى أن الحياة الطبيعية أو الحياة اللي نتعايش فيها مع هذا الفيروس
تتم طبيعية. فإحنا اليوم أطلقنا هذه الحملة على أساس أن إحنا أول شيء نعقم هذه الأماكن اللي إن شاء الله راح ترجع للحياة مرة ثانية. الشيء الثاني أن إحنا راح نوجه رسالة حق السكان والمواطنين الموجودين شلون التعامل مع هذا الفيروس، شلون التعامل مع التعقيم، شلون يكونون هم جاهزين حق ما بعد الحياة، أو شلون يتعاملون أو شلون يرجعون كما كانوا طبيعيين، وشلون يتعاملون مع هذا الفيروس. شهدت حملة التعقيم بالدائرة الخامسة في يومها الأول حضورا كثيفا من قبل المتطوعين الذين توزعوا على مجموعات، وحرصوا من خلال ذلك على التباعد فيما بينهم لتحقيق الأهداف المنشودة وتطبيق التعليمات الاحترازية، إلى جانب قيامهم بدورهم في عملية التقهم. واليوم يا خبر جديد عن من منظمة الصحة العالمية أن عدم رش الشوارع، بس الاكتفاء بالأماكن اللمس والأماكن المحدودة. والجماعة اللي حاضرين المتطوعين كلهم عندهم الدورة من الدفاع المدني، وما نقول إلا نشكر معالي وزير الفريق أول وزير الداخلية على إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في هذه الحملة. والله إحنا المفروض نبادر من أول يوم، من أول يوم المفروض أنا أكون مشارك معهم، ولكن ما حالفني الحظ. ولذلك احنا نطلب من الجماعه اللي ما حضروا واللي ما سجلوا يسجلون، لان احنا الان البحرين بحاجه الى هذه الكوادر، وخصوصا اخواننا واخواتنا المتطوعين. هذا من افضل الخدمات اللي يقدمونها حق مملكتنا الغاليه مملكه البحرين. تأتي الحملة لتعزيز الشراكة المجتمعية والمساهمة في نشر الوعي لدى المواطنين، إلى جانب المساهمة في تعقيم المنطقة، وخاصة مع قرب إعادة فتح المساجد والجوامع لصلاة الجمعة، والتي سيتم العمل على استمرار الحملة إلى حين الافتتاح من أجل تعقيم المساجد قبل وبعد المصلين لتأمين السلامة لكافة المواطنين والمقيمين. اليوم احنا متطوعين في حملة تعقيمية المنطقة دائرة الخامسة، وان شاء الله تكون هذه الحملة في مستوى الحملات الباقية، وكنا فريق البحرين. اول شيء شكر والفضل من عقب رب العالمين لدولة البحرين ان مكنتني اني انا اتطوع في هذه الحملة أول مرة، ثاني مرة هذه أتطوع فيها. مرة مبسوطين طبعاً، وقاعدين نحس إن إحنا مقللين في خدماتنا لمملكتنا البحرين. هذا وشملت الحملة التعقيمية على تعقيم المحال التجارية، بالإضافة إلى الحدائق الموجودة والمجمعات التجارية وكذلك المساجد، وذلك من أجل تحقيق المزيد من الإجراءات الاحترازية والسليمة والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين. بمشاركة أكثر من 100 متطوع ولمدة 3 أيام، تستمر الحملات التعقيمية في 5 العاصمة لتشمل المرافق العامة والمحلات التجارية والمساجد، دعما للجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في مملكة البحرين. لمركز الأخبار، خالد العون، تلفزيون البحرين. عقد المجلس التنسيقي بمحافظة العاصمة اجتماعا برئاسة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة عبر تقنية الاتصال المرئي، تم خلاله بحث جهود المحافظة المتواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم خلال الاجتماع عرض احصائيات التفتيش على مباني السكن الجماعي المشترك التي رصدها فريق المحافظة المشترك، حيث تم استدعاء 156 من اصحابها او من يمثلهم للتوقيع على تعهد تصحيح اوضاع مبانيهم. إذ تم التأكيد على نجاح الإجراءات التي اتخذتها المحافظة في خفض كثافة العمال في المباني المكتظة بنسبة 48% عن إجمالي العمال القاطنين في ذات البؤرة، إلى جانب استمرار الزيارات الميدانية بشكل يومي لتصحيح أوضاع غالبية المباني المخالفة. هذا وأطلع المحافظ أعضاء المجلس على جهود محافظة العاصمة ومديرية الشرطة في توزيع الوجبات والسلال الغذائية ضمن جهود رفع ضرر الجائحة قدر الإمكان عن الأهالي والمقيمين.
أعلنت جمعية تاريخ وأثار البحرين عن تدشين موقع مكتبة الجمعية الإلكتروني، والذي جاء احتفالا باليوم العالمي للمتاحف، والذي يعني وبالدرجة الأولى الانفتاح والمشاركة محليا وعالميا بما تحتوي عليه المكتبة من مصادر تاريخية وأثرية تم جمعها خلال أكثر من 6 عقود من تأسيس الجمعية. وسيضم محتوى المكتبة فيديو خاص عن تدشين المكتبة، وفيديو عن كيفية استخدام المكتبة، وجولة افتراضية في الجمعية، والمحتوى من مجلة دلمون، والكتب والمراجع التاريخية والفعاليات الثقافية السابقة والقادمة. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.